ولا شك أن العلم يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، وليس معنى ذلك أن يجهد نفسه إجهادا يدعوه إلى أن يترك العلم أو أن يتقاعس فيه، لكن المقصود من هذا أن يكون حريصا على طلب العلم لكن برفق. ولكن ليس معنى الرفق أن الإنسان يأتي للعلم متى ما اشتهت نفسه، فلا إفراط ولا تفريط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند الإمام أحمد إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، لكن ليس معنى هذا أن يدع الإنسان العلم وأن يأتيه حسب ما تهواه نفسه، لا. وليس معنى ذلك إذا سمع بالتحريص على العلم أن يجتهد اجتهادا يتعب نفسه حتى يلجأ إلى أن يدع العلم أو أن يقلص منه. وكما قال الشاعر: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السير اجتماع النقط. والسلف رحمهم الله كما قال أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود أنهم لا يتجاوزون 10 الآيات من القرآن حتى يحفظوها ويتعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فجمعوا بين العلم والعمل.